برنامجكم الصباحي كوفي بريك انطلقت معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي أنا صامية حداد، وكل نهار ثلاثة عبر نص ساعة من الوقت تقريبا بتشارك أنا وياكم فقراتي الخاصة يلي هن هوب سيلبرتيز جنرال نوليدج واراوند ذا وورلد. مشاهدينا مثل العادة ما بتبلش حلقتنا غير ما نقول قول معين. قولنا اليوم اخترت لكم اياه للقديسه رفقه، القديسه رفقه يلي بتقلنا فلتكن مشيئتك كما في السماء وكذلك على الارض. فمشاهدينا على طول خلينا نتبع هذا القول ونقوله ونردده ونقول فلتكن مشيئتك مثل على الارض وكمان على السماء. ومع هذا القول صار فينا نبلش حلقتنا مع اولى فقراتنا يلي هي هوب. بفقرة هوب كل مرة بناخد أمل من شخصية معينة ولدت بطريقة مختلفة عنا أو صار عندها حادث معين وتخطت هذا الحادث حتى نحن بناخد من وراها أمل، لأن نحن مجرد تمسكنا بالأمل كل شيء ممكن. اليوم أملنا رح ناخده من شخصية، هالشخصية اسمه ساجات ديساي. ساجات صار موسيقي بارع. خلينا نبلش ونخبر شو صار معه وكيف بلش. ولد بمتلازمة داون وهو بيبلغ هلأ من عمر 39 سنة. سنة 2001 تخرج من المدرسة الثانوية بنيويورك، ومن بعدها سنة 2003 تخرج من أكاديمية هيلز للموسيقى، ومن بعد سنتين من الدراسة بهذه الثانوية بالموسيقى راح للموسيقى وللخدمات الإنسانية. من بعدها اتخرج كمساعد مدرس بقسم الموسيقى بالمدرسة الابتدائية، وبواصل لهلأ يكون عم بيقدم الموسيقى للجمهور من خلال عمله على طول التطوعي. بيأدي أعماله على طول بدور رعاية للأشخاص المسنين وللمراكز العليا والمستشفيات حتى يكون على طول عم بيقدم فنه لكل شخص بعيد عن بيته وبعيد عن عائلته. أتقن 7 آلات موسيقية من بيناتها الإيقاع، الكلارينات، الكمان، البيانو، البوق والطبول وغيرها كمان. بمارس 2000 قام بالعزف ب 13 دولة وحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية. أهم هالجوائز اللي حصل عليها عنا حصل على الإنجاز بيوم الأمم المتحدة العالمي لذوي الإعاقة، أيضا حصل على جائزة اليوم العالمي لمتلازمة داون من متلازمة داون الدولية، وحصل على جائزة الشكر من مركز تنمية أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بدبي. فمشاهدينا يعني رغم مشكلته يلي ولد معها يلي هي متلازمة داون، فهو صار من أهم الموسيقيين يلي وصل مش بس ببلده، وصل عالميا، حصل على العديد من الجوائز، صار يعلم بوين ما يروح، وصار يعلم كمان بعد الأحلى بلا ما يقبض، وصار يقدر يعزف على 7 آلات يلي هذا الشيء أكيد منه هين أبدا. مشاهدينا على طول تمسكوا بالأمل، خدوا من هيدي الفقرة كل الأمال وجربوا قد ما فيكم طبقوهم بحياتكم اليومية وما تفقدوا الأمل لو شو ما صار. ومع كل هيدا الأمال صار فينا ننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي سيلبرتيز. بفقرة سيلبرتيز كل مرة بنعرفكم على مشاهير إن كانوا بلبنان بالعالم العربي أو بالعالم أجمع. أما اليوم بهيدي الفقرة فرح نعرفكم على مشاهير وبالأخص على طوباويين طوبوا جديد. هالطوباويين هن ليوناردو ملكي وتوما صالح. هن اتنيناتهم من لبنان وبالأخص من منطقة بعبداد. خلينا نبلش هيك بمقدمة ونقول لأنه بيكلمنا الرب على طول بلغة الرجا، فبتمتد شجرة القداسة على أرض لبنان يلي بتبلش من بقاع كفرة يلي هي بلدة القديس شربل للحردينة يلي هي بلدة القديس نعمطلة الحردينة، لحملية بلدة القديس رفقة، للحفد بلدة اصطفان نعمت، لصغرتا بلدة المكرم البطريرك اصطفان لدويهي، ولحديت ما نوصل لبعبدات مع هدول الطوباويين ليونار ملكي وتوما صالح.
خلينا نبلش ونخبركم عن انه ولد الاب توماس صالح بلبنان بالاخص ببعبداتة مثل ما ذكرنا سنة 1879 واستشهد سنة 1917. اما الاب ليونار ملكي فولد سنة 1881 واستشهد سنة 1915. اول ما وصلوا الرهبنة الكابوشية للبنان وبالاخص لبعبدات اختار هدول الشابين يلي كان اسمهم بالاساس جوريوس ويوسف، اختاروا انه يكونوا رهبنة كابوشيين مرسلين من بعد ما تحضروا بسان ستيفانو. هناك اتعلموا مبادئ اللغة الإيطالية المعتمدة بالإكليريكية، ومن بعد ما فاتوا الابتداء والنذور البسيطة قضوا 6 سنوات بالتأمل والصلاة وحياة الأخوة والفقر والطاعة والولاء المطلق لتعاليم الإنجيل والكنيسة. من بعد ما أنهوا دروسهم تم إفرازهم ككاهنين ببعبدات، وراحوا زاروا بعبدات للمرة الأخيرة من بعد لحديت يروحوا ينطلقوا برسالتهم الكهنوتية ببلاد ما بين النهرين. اتنقلوا بمناطق تركية عدة حيث هناك اشتغلوا بعدة حقول وبالأخص بالرسالة من تعليم واعترافات وإرشاد للشبيبة وللرهبنة الثالثة. ومن بعد ما اندلعت شرارة الحرب العالمية الأولى استشهد الأب ليونار ب11 حزيران مع عدد كمان كبير معه من الأشخاص. استشهد الأب توما ب18 كانون الثاني من بعد ما كان خبأ بالدير اللي كان فيه كاهن أرمني، فمن بعدها حكم عليه بالإعدام ورجع لحتى يتوفى من جراء مرض التيفوس يلي أصيب فيه، وأكيد المعاملة السيئة يلي كانت عم بتصير معه بالسجن قبل ما يتنفذ الحكم فيه. رحلة القداسة يلي قاموا فيها هيدي بلشت بفكرة التقديم بدعوة بالكنيسة ليكون عم بيتطوب الأب ليونار منذ السبعينات القرن الماضي. خلال الأبحاث تبين أنه الأب ليونار عانى من عذابات واضطهاد وقتل مع القافلة يلي ذكرناها قبل على يد الجنود الأتراك. مع استمرار الأبحاث ومرور السنوات وصلت الدعوة لخواتيمة، وصدر الملفان سنة 2006 مع نصوص وصور ووثائق. ما شكل هالموضوع أكيد أساس لحتى يعرف بالملف الرسمي لحتى يكونوا عم بيتطوبوا هالأبوين يلي رفعوا لمجمع الدعاوي للقديسين. ومن بعدها انضم الملف تبعهم لملف واحد، هن كانوا ملفين وانضموا بملف واحد. واكيد من بعدها بدنا يكون عندنا موافقة البابا يلي وافق البابا فرانسيس عليهم، وتم نشر المرسوم تبعهم ب 28 تشرين الاول سنة 2020. فتم التطويب تبعهم ب 4 حزيران سنة 2022 بكنيسة دار الصليب بجل الديب بلبنان. وبسبب ضيق الكنائس فاختاروا انه كنيسة دار الصليب لوسعة لحتى يساع عدد العالم مثل ما عم نشوف بالصورة. اما بكنائس بعبدات فاقاموا قداس الشكر فيها ب 5 حزيران، ورفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الشكر على الطوباويين الجداد ببعبدات. مشاهدينا كل الصور اللي شفتون هلا بهيدي الفقره هن ماخوذين من موقع التواصل الاجتماعي وبالاخص من فيسبوك لمريم تي في، فاذا حبيتوا ترجعوا تشوفوا هدول الصور فهن موجودين بفيديو على فيسبوك سوشيال ميديا لمريم تي في. مشاهدينا هاي كانت فقرتنا، فقره سيلبرتيز اللي تعرفنا عليها على طوباويين طلعوا جديد من لبنان اللي احنا اكيد بنفتخر فيهم، وبنفتخر انه كل مره يطلع عنا طوباويين او قديسين لحتى هيك المناطق اللي سميناها قبل يتعبى لبنان ويصير كله بكل منطقه يكون طالع منها قديس. مع انتهاء هيدي الفقره بننتقل للفقره اللي بعدها اللي هي جنرال نوليدج. بجنرال نوليدج معلومات عامة على طول لحتى انت وانا نتثقف منها بذات الوقت، ولانه ثقافتنا هي سلاحنا بالمجتمع فنحن مجبورين ان نكون عم نتسلح فيهم. اليوم معلوماتنا كمان حول العالم، كل وحدة متفرقات كل وحدة عن شيء.
منبلش بأول وحدة عن قارة أفريقيا، ومنخبركم أنه قارة أفريقيا هي ثاني أكبر قارة بالعالم من حيث المساحة، وأيضا ثاني أكبر قارة بالعالم من حيث عدد السكان. فهذه القارة هي غنية بالموارد الطبيعية، بالمناجم وبالأحجار الكريمة، بآبار النفط وبمناجم الفحم. أيضا هي قارة كتير حلوة، وهي محاطة بمناظر طبيعية رائعة، وفي عنا فيها شلالات وعنا الصحاري. تاني معلومة عنا عنك أيضا عن أفريقيا، بس عن القرد الأفريقي، يلي هيدا القرد فيه يتحمل العمل الشاق، فيه يتحمل الجوع العطش بسبب حرارة الشمس والحياة الصعبة بأفريقيا. بنروح لقارة آسيا اللي هي كمان أكبر قارة على وجه الأرض وأكثر سكانا، وفيها العديد من التضاريس، وهي أيضا أطول الأنهار موجودة فيها وعندها أكبر صحاري. ننتقل لقارة أمريكا الشمالية اللي هي الثالثة بين القارات من حيث المساحة، وبتنقسم لثلاث مناطق: أمريكا، كندا، والمكسيك. أما قارة أمريكا الجنوبية فهي الرابعة بالعالم من حيث المساحة والخامسة من حيث عدد السكان. منروح للثقافة العامة، اللي أكيد الثقافة العامة بتساهم بتشكيل الخصائص الأصلية للتاريخ الثقافي لكل الشعوب، وبتساعد أنه تنبنى المجتمعات. كرة الجولف، يلي بتحتوي كرة الجولف على 336 نقطة صغيرة. بالنسبة لصبية اسمها جين، فجين جارن هي أول سيدة قفزت من محل كتير عالي سنة 1799. بنكمل معلوماتنا وبنروح على رواد الفضاء، ومنخبركن أن رواد الفضاء ما فيهم يبكوا بسبب نقص الجاذبية يلي بيمنع تدفق الدموع وقت يكونوا بالفضاء. منروح ومننتقل للزرافة، منخبركن أن الزرافة ما بتنتمي إلى نوع واحد بس، بل هي بتنقسم لأربعة أنواع. بالنسبة للفاكس، الفاكس هو أول اختراع كان ب1843. بالنسبة لأول ناطحة سحاب، أول ناطحة سحاب بالعالم كان مكتب تأمين بالأول، وكان بيتكون من 10 طوابق، وكان بمنطقة أو ببلد شيكاغو. بالنسبة للعسل، العسل هو النوع الوحيد من الأكل يلي ما بيخلص. بالنسبة للجزر، نخبركم أن الجزر ما بيحتوي على ابدا ولا نتفة دهون. بنروح للماي، ومنخبركم انه الماي بيمثل 97% من البطيخ و95% من الخس، وبقلب الخبز فينا نلاقي 30% من الماي. منكمل ومنخبركم انه دخل فوستر من ولاية كاليفورنيا بجينيس، من بعد ما حطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الأكثر حرارة، تناول 3 حبات فلفل خلال 8.72 ثانية. منروح ومننتقل لتونس، يلي تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون. بالنسبة للنمل، فالنملة فيها أنه تحمل وزن بفوق وزنها ب50 ضعفا. بالنسبة لأكثر زلمة بالعالم هو هندي، إذ ما بيتجاوز طوله أكثر من 62 سنتيمتر. بالنسبة بنرجع أيضا لأفريقيا، وهالمرة عم نحكي عن الفيل الأفريقي يلي بيحتوي فمه فقط على 4 أسنان. بالنسبة للخلافة العثمانية يلي استمرت بحكمها 400 سنة. مشاهدينا، هاو كانوا معلوماتنا لليوم يلي حكينا فيهم عن رواد الفضاء، حكينا شوي حيوانات مثل الزرافة، حكينا عن الفاكس، عن ناطحة السحاب، عن العسل، عن الجزر، عن الماي، عن الفلفل، عن تونس، عن النملة، عن أكثر رجل، عن فيل أفريقي، وعن الخلافة العثمانية وغيرهم أيضا. مع كل هالمعلومات العامة إن شاء الله تكونوا استفدتوا منهم. أنا بعدكم بكل حلقة أكون عم جيب لكم معلومات عامة حتى أنتوا وأنا نستفيد منها بذات الوقت. ومع انتهاء هيدي الفقرة مع كل هالمعلومات، بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي الراوند ذا وورلد. بالراوند ذا وورلد مشاهدينا، كل مرة بنسافر ببلد معين، أنا من الاستوديو وأنتم من البيت، على بلد معين، نتعرف على كل شيء بخص هيدا البلد.
اليوم سفرتنا مش بعيدة، رح نكون عم نسافر على بلدنا لبنان ونعرف كل شخص مش من لبنان على هذا البلد الحلو، على السياحة، حتى وقت يكون حابب يسافر ويجي يزورنا يكون يعرف وين يروح، شو الأشياء الحلوة اللي لازم يزورها وكل شيء. لبنان دولة عربية اللي عاصمتها أكيد بيروت، أما أعلى قمة بلبنان فهي القرنة السوداء، اللغة الرسمية هي العربية، أما مساحة لبنان فهي 10452 كيلومتر مربع. معظم الأراضي اللبنانية هي جبلية ما عدا الخط الساحلي وسهل البقاع. بيعتبر لبنان من أكثر الدول العربية شهرة بمهنة الصحافة والإعلام منذ انطلاقتها مع الجريدة يلي كان اسمها حديقة الأخبار. سنة 1858 استطاعت الصحافة اللبنانية أن تحتل مركز الصدارة بمجالات الإعلام والإعلان والتثقيف والدفاع عن الحرية بالعالم العربي. عنا بلبنان 9 محطات تلفزيونية أرضية، عنا 7 منها فضائية، بالإضافة للإعلام المسموع مثل الراديو يلي بيتمتع أيضا بالتنوع. كمان أيضا برز عنا مجموعة من رجال الفكر والأدب، أيضا عن الشعر الفلسفي، أهم الرجال عنا جبران خليل جبران، عنا صلاح لبكي وغيرهم كتير. هلا خلينا نخدكم على برمي على أهم الآثار، الكنائس والمناظر الطبيعية بلبنان. بنبلش بأهم المتاحف مع أول متحف اللي هو المتحف الوطني. المتحف الوطني عرف سابقا بالخط الأخضر يلي بيضم العديد من القطع الأثرية التاريخية من فترة ما قبل التاريخ للحقبة العثمانية. عنا نقوش حجرية عثمانية موجودة بداخله، عنا مجوهرات، أسلحة، وعنا تابوت بشري وغيره. بالإضافة لمتاحف أخرى بننتقل لتاني متحف يلي هو متحف روبرت معوض الخاص، عنا متحف جبران المعروف، عنا المتحف الأثري للجامعة الأمريكية وغيرهم، هو من أهم متاحفنا. بنروح على المساجد مع مسجد الأمين يلي هو أكبر مسجد في بيروت بلبنان وبالأخص ببيروت، هو من أجملها من حيث التصميم، بيمتاز بتصميمه المعماري المميز على الطراز العثماني بقبابه لونه زرقاء وعنا مآذن ضخمة، أما من جوا فهو كله مزخرف وفيه تفاصيل معمارية حتى بتوصل للطابق، فيه طابق ملوكي. الأسقف تبعه أيضا مزينة بقطع ضخمة من الكريستال. بنروح لمتحف، متحف سيرسوك يلي كان بالأول قصر بعدين تحول لمتحف، هو صاحبه قرر من بعد وفاته أنه يتحول القصر لمتحف للفنون الحديثة، فهلأ هو بيضم العديد من قطع الأنتيك من المقتنيات الثمينة اللي وجدت بالأبو، كما بيحتوي أيضا على العديد من الأعمال الإسلامية الفريدة. بنكمل ومنخبركم عن منطقة بلبنان يلي هي منطقة وسط بيروت يلي هي ساحة النجمة. هذه المنطقة هي أثرية بيطلق عليها اسم الداون تاون أو ساحة النجمة، هي منطقة كلها نابضة بالحياة، تعتبر من أهم المناطق السياحية ببيروت وأكثرها استقطابا للسياح، بتعج فيها المتاحف، المقاهي، المطاعم، المتاجر، ودايما الحفلات الموسيقية. ببساطة منلاقي مثل اسمها ساحة النجمة اللي هي منطقة مخصصة ليكون الشخص عم بيتمشى فيها، ونقطة الانطلاق للتجول لكورنيش بيروت. بالنسبة لصخرة الروشة، هي صخرة الحب أو صخرة الحمام هيك كان يطلق عليها الاسم، هي عبارة عن مجموعة من الصخور الضخمة يلي تكونت عبر الأزمنة لحتى تكون تقف بوسط بحر بيروت العربي مثل كحارس عملاق. أيضا بنروح على أفضل الفنادق ببيروت، عنا فندق هيلتون يلي بتميز بتصميمه العصري وبالموقع الحيوي اللي موجود فيه. بالنسبة لفندق موفنبيك بتميز بغرفه وبالديكورات العصرية. بالنسبة لفندق حيران بيبلوس يلي بيوقع ببيبلوس وبالأخص بجبال يلي بيبعد مساحة كتير قصيرة سيرا على الأقدام عن كل شيء من الشواطئ وعن قلعة جبال وأيضا عن سوق جبال.
ننتقل للكنائس وأهم كنيسة مار يوحنا أيضا بمنطقة جبال، اللي هي من أجمل الكنائس يلي شيدها الصليبيون. بتتميز بتصميمها بهندستها، وبتشتهر بقيمتها يلي كانت تغطي المعمودية. كنيسة سيدة الحصن يلي بتقع بأهدن هي تعد من أروع المعالم الأثرية بشمال لبنان، وهي من أهم المعالم السياحية بالشمال. أيضا عنا حديقة روني معوض، هالحديقة يلي بتقع بوسط المدينة هي بتعتبر مثل جنة خضراء. هي أكبر حديقة عامة، فيها نافورة ضخمة، عنا أيضا فيها ممرات، في يكون الشخص عم يستعمل الدراجات الهوائية فيها، وفيها مساحة ليكون عم يقام فيها معارض أو معارض للقراءة. ننتقل لساحة الشهداء اللي هي أيضا ساحة الحرية، اللي هي فيها أهم معالمها، وفيها تمثال الشهداء يلي عنده تصميم رائع، وهي عبارة عن نصب تذكاري لللبنانيين الوطنيين من وقت الأتراك من وقتها. منروح لمزار سيدة لبنان يلي هو من أكبر مزار مريمي بالشرق الأوسط، وموقع حج لكل المسيحيين يلي بيقع بمنطقة حريسة. أدرجته وزارة السياحة كمعلم مهم من معالم السياحة اللبنانية. ننتقل لأعلى قمة من قمم جبال لبنان، ويعرف بجبال السيدة. مشاهدينا، فيكم تكونوا عم بتزوروا كمان الأسواق القديمة التراثية. عنا سوق طرابلس، سوق صيدا، سوق صور، البترون القديم، وسوق جبال يلي ذكرناه أيضا القديم. أما بالنسبة لأهم المغاور بلبنان فحنعدد لكم ياهن. عنا مغارة أفقة قديشة، عنا مغارة جعيتا كفرحيم، عنا مغارة الزحلات بالضنية. أما بالنسبة لأهم الآثار فكمان اللي حنعدد لكم ياهن، عنا قلعة صيدا البحرية، قلعة المسيلحة، عنا قصر بيت الدين، معابد بعلبك، قلعة صور، عنا أيضا قلعة عنجر، قلعة جبال، وعنا قصر موسى. قصر موسى هلا رح نخبركم عنه، هو قصر من المتاحف اللبنانية المميزة، تم بنائه يدويا على يد شخص واحد لحاله ليكون عم بيحقق حلم طفولته، بعدين أكيد صار من أهم المعالم التاريخية والسياحية. الغرف قسمت فيه من خلال بعض المجسمات يلي بتمثل حياة أشخاص لبنانيين، بالإضافة لبعض الأسلحة القديمة موجودة داخله يلي كانت من العصر العثماني والانتداب الفرنسي على لبنان. وتعد هيدي الأسلحة من أكبر المجموعات بالشرق الأوسط، اللي بتتكون من 16,000 قطعة من السلاح القديم. مشاهدينا، ولكل شخص حابب يزور لبنان، هيك إن شاء الله تكونوا أخذتوا فكرة عامة وتعرفتوا على هيدا البلد وعرفتوا وين تروحوا وشو تعملوا. هيدي كانت حلقتنا مشاهدينا اليوم، يلي فيها حكينا بهوب عن شخص كان عنده متلازمة داون، وبرضه صار أهم موسيقي، وصار يعلم، وصار يعزف على عدة آلات. بسليبرتيز حكينا عن طوباويين طلعوا جداد من لبنان، بالأخص من منطقة بعبدات. بجنرال نولج أخذنا معلومات عامة متفرقات، وبالراود وورد تعرفنا على بلد لبنان. مشاهدينا، هي كانت حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. اتمسكوا بالأمل، وعلى طول اختاروا انكم تكونوا اختاروا الأمل، واختاروا أيضا المعلومات العامة والثقافة. أنا بشوفكم بحلقات لاحقة، ومن هنا لوقت تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.